لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعداء جدا بأن نلقاكم مشاهدين الأفاضل، مشاهدي قناة القرآن الكريم، إنما كنتم حيثما وجدتم نحييكم ونرحب بكم في رحاب هذا العدد الجديد من برنامجكم وصال، الذي يرافقكم طيلة الصيف بحول الله سبحانه وتعالى، مباشر يستمر معكم إلى غاية الخامسة والنصف بحول الله سبحانه وتعالى. الحج عرفة حديثنا في هذه الأمسية، ونقاشنا مع الأساتذة الكرام حول تلك المعاني التي يمكن أن تنبثق من هذا اليوم العظيم وهذا اليوم الجليل، يوم عرفة. كيف لنا أن نحياه، وكيف لنا أن نعيش معانيه كذلك ونقتبس منها في حياتنا وفي سلوكياتنا. مشاهدينا الأفاضل، يشرفنا أن تبقوا معنا، أن تتابعونا، أن تشاركونا كذلك النقاش من خلال الاتصالات عبر خطوط الهاتف التي ستظهر من حين إلى آخر في أسفل الشاشة. يشرفني كذلك أيما شرف أن أناقش الموضوع مع أستاذنا محمد سغداني. مرحبا وعمت مساء. شكرا، بارك الله فيك أخي أمين. تحية طيبة لك وللمشاهدين الأكارم والشيخ إسماعيل، الذين نسعد كثيرا بأن نكون معه في هذه الأمسية الطيبة إن شاء الله. الله يبارك فيك، رحب بك أستاذنا محمد نيابة عني. أستاذ إسماعيل مرحبا. الله يرحب بكم إن شاء الله في جنة الخلد ونعيم الأبد، أنت والمشاهدين الكرام في مشارق الأرض ومغاربها. وجدت سعيد بأن أكون في ظل هذا الرجل الأشم. الله يبارك، الله يبارك فيكم، وجلسة ممتعة إن شاء الله نرجوها لكم مشاهدينا الأفاضل ومفيدة. كيف لا ونحن نتحدث عن هذا اليوم العظيم الذي من خلال نقاشنا سنحاول أن نغوص في المعاني التي يمكن أن نستجلبها في هذا اليوم المبارك. أستاذ محمد، نعم، حج عرفة يلخص كل شيء، لا حج لمن لم يقف عرفة، وهذا يعطينا ربما دلالة عظيمة وعميقة لهذا اليوم المبارك في جلالته. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. بداية نحمد الله عز وجل لأولئك الذين كتب الله عز وجل لهم الحج هذا العام في هذا الاستثناء. نعم، في هذا الاستثناء، والذين كتب الله عز وجل لهم أجر الحج دون أن يذهبوا إلى الحج. أكيد، لأنه فيه ناس كثيرين بفضل الله عز وجل وحمده قلوبهم قد تعلقت ببيت الله الحرام وتاقوا إلى حجه، إلى أداء الركن الخامس، وشاء الله عز وجل أن تكون هذه الجائحة التي منعت كل شيء وتغيرت بسببها كل معاملات الناس، وحتى في عباداتهم سواء في مساجدهم أو حتى في هذا المنسك الركن الخامس الذي اقتصر هذه السنة على الذين هم مقيمون بالبقاع المقدسة فحسب. أما غيرهم فالذين خرجوا في القرعة في هذا العام، و أن يكتب لهم حجهم وأن يزوروا بيت الله الحرام السنة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن نعيش في هذا اليوم الأغر، في هذا اليوم الذي يسبق يوم غد، لهم يوم عرفة هو يوم تروية وبداية الحج بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام، وهو أيضا من الأيام المشهودة من أيام الله عز وجل التي فيها التلبية وفيها الإحرام وفيها المبيت بمنى، كل هذه الشعائر التي هي مقدمات لليوم الأكبر الذي قلت عنه وقال عنه النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك الحج عرفة، من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم أنه جمع الحج كله في هذه الوقفة التي ربما قد تدوم لحظات. الفقهاء يقولون أن الوقوف بعرفة من بعد زوال الشمس إلى غروبها هو سنة، أما الفريضة والركن فهو لحظات فقط بعد غروب الشمس، يعني خمس دقائق تكفي لأن يشهد الإنسان هذا المشهد العظيم فيكون له بإذن الله عز وجل هذا الحج. ومن لم يقف هذا الموقف، هذه اللحظات القليلة، فلا حج له. هذا كله فيه دلالة، ربما سنتحدث فيما بعد عن تجليات الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم، لكن أريد أن أقف عند هذه الخمس دقائق فقط التي تلي غروب الشمس في من يوم العاشر من أو التاسع عفوا من شهر ذي الحجة اللي هي يوم عرفة. هذه تدل على أنه الإسلام هو دين انضباط، أنه نحن دائما أو الكثير منا على الأقل يفخر بمقولات غربية، قبل الوقت ليس هو الوقت وبعد الوقت ليس هو الوقت، والوقت هو الوقت، والوقت هو الوقت. نعم، نحن عمليا تطبيقيا النبي عليه الصلاة والسلام من خلال ما علمه ربه سبحانه وتعالى من شعائر الدين كلها علمنا أن الوقت هو الوقت، وأن لكل وقت واجبا، إذا عملته قبل الوقت فلا يقبل منك، وإذا أخرته عن وقته فلا يقبل منك. من بين هذه الأعمال التي هي مؤقتة بوقت
بينا واضح لا يمكن أن نتقدم عنه ولا أن نتأخر هو شهود عرفة أو الوقوف بعرفة. لا يستطيع الإنسان أن يقومه حتى في نفس اليوم ولكن قبل الظهر، ولا يستطيع الإنسان أن يقومه ولو بعد صلاة العشاء، معناها يعني الوقت محدد تحديدا دقيقا، وهذا يعلمنا كأمة مسلمة أن نكون منضبطة. هذا المعنى الأول، وهذا معنى مهم جدا، معنى جليل في حياتنا احنا كمسلمين، لأن للأسف الشديد آخر ما يمكن أن نفكر فيه هو الوقت. وربما من الأمثلة الشائعة كالعطلة فيها خير، التي دائما ربما نلبسها أو نلبسها كساء حتى نغطي عن تقصيرنا نحن، والأصل أننا نقوم بالواجبات في أوقاتها، وأن كل تأخير يعني يقابله تقصير. ربما بالنظرة الغربية هم ينظرون للوقت على أنه مادة، فيقولون إن الوقت من ذهب، من تركه فقد ذهب، ومنهم من يقول إن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. نحن نقول إن الوقت هو الحياة، حياة الإنسان هي وقته، وكل لحظة من لحظات حياته ضيعها فإنها لا تعود. يا ابن آدم، كما كان يقول ذلك الصالح، في كل يوم ينفلق فجره إلا ويناد أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود. فهذا هو حياة الإنسان، والإنسان يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزول قدماه حتى يسأل عن أربع، اثنين منها تتعلق بالوقت، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، معناها يعني سؤالين كلاهما عن الوقت. نحن كمسلمين من خلال هذه الشعيرة العظيمة التي هي مضبوطة بوقت دقيق، وربما قد الإنسان يقطع مسافات وقد يصرف أموالا، إن لم يشهد هذا المشهد في هذا المكان في تلك اللحظات فلا حج له، حتى يبين له الله عز وجل أن الالتزام بالوقت شيء مقدس في ديننا، وليس كما نتوهم أو يوهمنا الآخرون أن كل عطلة فيها خير. لا، لكل وقت واجب، ولكل واجب وقت، وكل تأخير لعمل عن وقته هو تقصير يستوجب ربما رد العمل أو عدم قبوله أو عدم صحته من أصله. الله يبارك فيك أستاذنا على هذا المعنى، المعنى الأول الذي كان معنا في هذا البرنامج، برنامج وصال في مسألة الوقت وكيف نتحرى الوقت وأن نحترم الوقت ونقف عنده. في هذه الوقفة كذلك، وقفة عرفات، كنا نشاهد المشاهد من تلك الوقفة وذلك المنظر، ربما المسلم اعتاد أن يرى ذلك وربما يراه شيئا بسيطا، ولكن الإنسان الغربي، الإنسان غير المسلم، الإنسان الذي هو من ثقافة أخرى، حينما ينظر إلى تلك الصور، إلى تلك المظاهر، يرى جلالة هذا اليوم. الجلالة تكمن ربما، وتتفق معي أستاذ إسماعيل، في تلك الأجناس وتلك الأعراق وتلك الألوان المختلفة التي تقف وقفة واحدة وتدعو ربا واحدا. والله اقشعر بدني من هذه الكلمة. الله يبارك فيك، وانت والله ربما لا أبلغ مني في الحديث، لست بالغا، إذا حضر الماء غاب تيممه. الأمة الإسلامية تجتمع في من مشارق الأرض ومغاربها في ذلكم اليوم العظيم، وذلكم المشهد إن دل على شيء إنما يدل على أن الإسلام يقوم على أساسين لا ثالث لهما. الأساس الأول هو كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد، والأساس الثاني توحيد الكلمة. والأمة اليوم تعيش زمنا وتعيش عهدا وتعيش عصرا لابد أن تلتفت فيه إلى وحدتها تماما، كما قال القائل إلي يا عددي إلي يتوحد، فهذا زمان ليس للآحاد. الأمة الآن من خلال الحج الأعظم أو الأكبر تتعارف فيما بينها، لأن موسم الحج من معانيه وأبجدياته التعارف، لأن كلمة عرفة يطلق عليها عرفات الله عز وجل، وهي جمع عرفة. ومن معاني تعاريف هذه المفردة في الفقه الإسلامي عند أرباب الذوق من علماء الإسلام سلفا وخلفا أن الناس يتعارفون في هذا المقام، ويتودد الواحد منهم إلى أخيه على غير نسب، على غير جاه، على غير سلطان،
وإنما الحادي هو سلطان الله تبارك وتعالى الذي يهيمن على المشاعر من خلال المشاعر، يهيمن على المشاعر من خلال الشعائر. والأمة اليوم بحاجة ماسة من خلال الحج أن توقظ حس الأخوة فيما بينها، لأننا بدون أخوة كنا أناسا لا يعرفنا أحدا في دنيا الناس. والفاروق عمر عليه من الله الرضوان أمير المؤمنين يقول: كنا قوما أذلة فأعزنا الله بالإسلام، وكلما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله سبحانه وتعالى. والجامع في عرفات أخوة الإسلام، أخوة العقيدة. وهذه الأخوة إذا سمحت لنفسي أن أمثل لها ببيت من الشعر الصادق القليل في سلف هذه الأمة، أقول: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. وكما قال الفقيه العالم الشاعر في أبيات من الشعر الصادق القليل: يا أخي في الهند أو في المغرب، أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسل عن عنصري عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. نعمة ما بعدها نعمة، الله عز وجل قال في محكم تنزيله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول محمود طه رحمه الله: إن المجتمعات الإنسانية عقد يتحل به صدر الزمان، أساسه التآلف ووساطته التعارف، وهذان هما قطباء المدار في هذه الدار. فمن معاني عرف تعارف البشر فيما بينهم في الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذكره وتفرقا على ذكره. ومن هنا ندعو إلى الوحدة من خلال الجماعة عبر مختلف الأقطار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. قالوا: وما القاسية يا رسول الله؟ قال: المبتعد عن القطيع. ما أجمل أن نجمع شمل هذه الأمة في موسم جمع شملها من خلال الحج الأكبر. الله يبارك فيك أستاذنا على كلام معبر وكلام عطنا المعنى العميق لهذه الوقفة، وأشرت إلى معنى آخر سأستطرد فيه مع أستاذنا أستاذ محمد في مسألة ذلك الوقوف. قال أستاذنا: ليس فيه جاه، ليس فيه سلطان، ليس فيه مال، وتلك المساواة التي نشهد على ذلك الصعيد. لا يمكن أن نميز إنسانا ربما على أنه سيد في قومه أو وضيع في قومه، وهذا معنى آخر علينا أن نوطنه كذلك بيننا. نعم، هذا المعنى يبدأ من وقت الإحرام حينما يتجرد الناس كلهم من كل مخيط ومحيط إلا من ثوب ورداء، رداء وإزار، وعلى لون واحد وهو لون البياض، ويقفون على صعيد واحد متجهين كلهم إلى الله سبحانه وتعالى، رافعين أكف الضراعة متذللين بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلا تفرق كما ذكرت بين السيد والمسود، لا تفرق بين الفقير والغني، لا تفرق بين ذي الجاه والسلطان أو غيره من هو أقل ذلك شأنا. وهذا الذي تتجلى فيه ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فرق بين عربي وأعجمي وإلا بالتقوى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والمسلمون متساوون، يتساوون كتساوي أسنان المشط. هذه الأحاديث التي نحفظها، كنا نحفظها ونحن صغار، تراها مجسدة رأي عين في مثل هذه المواقف حينما يتجرد الناس من كل الدنيا وكأنهم سيخرجون منها. وهذا فيه أيضا إشارة إلى أن يبنى آدم مهما جمعت في الحياة الدنيا فسوف تخرج منها
بهذين الثوبين، يعني ثوب الكفن اللي هو نفس لون ثوب الإحرام، فيكون الإنسان بذلك يربي فيه هذا أولا الشعور بالمؤاخاة مع غيره من المسلمين، الشعور بالتواضع وعدم التكبر على خلق الله سبحانه وتعالى، الشعور برباط الدين الذي جمع بين الناس جميعا حينما قال لهم الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، فلا تكون هنالك الفوارق العنصرية المبنية على اللون، ولا الفوارق العنصرية المبنية على الجنس، ولا الفوارق العنصرية المبنية على الجاه أو المال أو غيرها. للأسف الشديد ونحن نريد أن ننزل هذه المعاني للواقع الذي نعيشه، ونحن نعيش القرن 21 نرى أن كبريات الدول التي تفتخر بالحرية والديمقراطية وغيرها من حقوق الإنسان، وهذه نجد الآن في هذا الزمان يقتتل أهلها بسبب اللون، التمييز باللون، وهو الشيء الذي ربما محي في مجتمع الإسلام منذ قرون، منذ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنذ مجيء الإسلام ونزول القرآن الكريم على هذه الأمة. فهذا المعنى لو أن أولئك الذين ربما يدعون كما كنت أقول الحرية وغيرها وحقوق الإنسان تأملوا فقط في هذا المنظر الذي ذكرت أنه قد يكون مألوفا بالنسبة لنحن كمسلمين، نشيء عادي أن نرى الناس يصعدون إلى صعيد عرفة زرافات ووحدانا سيرا على الأقدام وفي الحافلات وفي غيرها من الوسائل، ثم يتجمعون في تلك الخيام ثم يقفون على صعيد عرفة أو بعد ذلك يرجعون إلى منى وغيرها مما نراه وقد ألفته أنفسنا وأعيننا وأصبح شيئا عاديا. هؤلاء الواحد فيهم، وقد يعني عايشت ورأيت بعضهم ممن هو حديث إسلام أو حديث عهد بإسلام، وحينما نزل إلى تلك المشاهد وتلك الشعائر وخالط الناس في هذه الشعائر تجده يبكي بكاء شديدا، يقول لك أنا أحس الآن إحساس لم أشعر به في حياتي البتة، أرى الناس كلهم كما كنت تذكر متساوين، ليس هناك فرق بين الأسود والأبيض، يتساوون في صلاتهم، يتساوون ويتساوون في لباسهم ويتساوون في كل شعائرهم، بل حتى ربما حينما يعود الناس من ينفرون الناس من عرفة إلى مزدلفة حيث يبيتون فيها يبيتون كلهم في عراء، يعني على مد البصر ترى الناس نائمين في العراء هكذا، الأسود والأبيض والأصفر والأحمر وكل الأجناس كلهم نيام في نفس المكان، وليس فيهم من يطلب فراشا وثيرا ولا يدعي أنه أفضل من الغير، بل كل الناس يسعى لأن يكون متواضعا، التواضع الذي ليس بعده تواضع. لماذا؟ لأنه يدرك أنه بين يدي الله سبحانه، وهي فرصة يتقرب فيها أكثر لله سبحانه عز وجل بتواضعه، بعدم تكبره، بتساويه مع غيره من الناس، وبإخلاصه لله عز وجل. لأنه بعض الناس الذين ربما يريدون التميز في مثل هذه المواقف قد يخشى على نيته من أن يكون فيها رياء أو يكون فيها سمعة فيذهب عمله كله. فهذا الموقف فيه الذي فيه التساوي والذي فيه التآخي هو نعمة المربي، كأنها دورة تدريبية، ونحن نتحدث بلغة أهل التنمية البشرية، دورة تدريبية لمدة هذه الأيام يتدرب فيها الإنسان على فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يتدرب فيها على التساوي مع الآخرين، يتربى فيها على التواضع لخلق الله عز وجل، يتربى فيها حتى على النوم على التراب، يعني بالنسبة للإنسان الذي عنده سنوات ربما انساب اللي كان حتى يتذكر أن هنالك أناسا إن هو لم ينم منذ سنوات على هذا الأرض على هذه الحصباء فإن هنالك أناسا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، مثل حاله هو فيتذكرهم فيعطف عليهم ويتذكرهم بالصدقة حينما يعود. وهذه كلها من المعاني المهمة جدا التي لابد أن يستشعرها الحاج، لأنه الحاج استسمحك بعض الناس مثل الصلاة مثل بقية العبادات يراها أشكالا، يراها الصلاة يراها قيام ركوع سجود قيام ركوع سجود سلام انتهى، ويغيب منها الروح اللي هي الخشوع في قراءتها والتضرع في الدعاء فيها، نعم، والسكينة والطمأنينة في كل أركانها. فكذلك بالنسبة للحج، الحج هو مواقف تذكرنا بسيرة سلفنا، بسيرة إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل وبسيرة أمنا هاجر وبغيرها، تلك القصص التي نستلهم منها المثل العليا بالنسبة لنا في حياتنا، ثم هي مواطن نتربى فيها على بعض الأشياء
التي علينا ان تنغرس في قلوبنا، ما تكونش مجرد اديت شعائر يعني اشكال، رحت المنن، رحت المزدلفه، رحت العرفه، رجعت درت طواف، درت سعي، خلاص انتهى الحمد لله اكملت الحج. لانه هذا وان كان حجا شكله صحيح فقها لا يستطيع انسان ان يقول هذا حج خاطئ ولا باطل، ولكن هل له روح ام ليست له روح؟ هل استشعر في نفسية نعم ذلك الحال؟ نعم، هل استشعر من نفسية؟ نعم، هل استشعرت المعاني وانت في كل شعيرة من شعائر تستشعر المعاني التي هي رحلة الى الله سبحانه وتعالى بقلبك وروحك، وجسدك هو الذي يقوم بهذه الرحلة، وتتأثر كما كنت تقول بما بالاشياء التي تفعلها، وتنطبع في نفسك هذه الاخلاقيات حتى اذا رجعت. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فترجع أنت أيضا إنسان آخر، ترجع بإذن الله تعالى وقد محيت ذنوبك، وترجع إنسان آخر، ليس فيك التكبر على خلق الله، ليس فيك التجبر، ليس فيك تضييع الوقت وتضييع المال وتضييع، ليس فيك احتقار غيرك من الناس. كل هذه المعاني التي يربيها فينا هذه الشعيرة لابد أن ترتكز في قلوبنا حتى نعود بها وقد تغيرنا. يدخل الإنسان للحج شخص، يخرج شخصا آخر أطهر في 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 دينه وأنقى في خلقه وأكثر استقامة في معاملته. الله يبارك فيك يا أستاذ، معاني جليلة نصطحبها معكم أساتذتي الكرام والمشاهدين الأفاضل. أشار كذلك أستاذنا إلى معنى آخر، وقد ربما نكتشفه يعني بديهة، وذلك التشابه بين تلك الوقفة والوقفة يوم العرض على الله سبحانه وتعالى، ذلك التجرد الذي تحدث عنه أستاذنا محمد، وذلك ما تركه الإنسان ويقبل بجسده وما عملت يداه على الله سبحانه وتعالى. الحج في من معانيه من خلال تلكم الجموع الغفيرة المتوافدة على بقاع الله المقدسة، من معانيه التذكير بيوم المعاد أو يوم القيامة. أحد الفضلاء لما رأى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز في زهده متجردا من كل متاع الدنيا، قال لما جاشت عاطفته الشريفة وجادت قريحته النظيفة، قال: تجرد من الدنيا فإنك إنما خرجت من الدنيا وأنت مجرد، لا لباس ولا كساء ولا مال ولا شيء آخر. ولذلكم أورد الشيخ الصابوني في كنوز السنة وهو يشرح حديثا من أحاديث رسول الله قول أحد الشعراء: ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك فارحا مسرورا. وكيف يفرح الإنسان إذا أقبل على الموت؟ يفرح الإنسان وهو مقبل على الموت إذا أعد للسؤال جوابه وللجواب بين يدي الله تبارك وتعالى صوابه. سيدنا بلال عليه من الله الرضوان لما حضرته الوفاة جاءت زوجته تبكيه وتنعيه، فقال لها: يا أمة الله، من كان باكيا فليبكي على نفسه، أما أنا فبلال بن رباح، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، تأهب للذي لا بد منه، فالموت ميقات العباد، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ فلذلكم من معاني الحج الأعظم أن يتجرد الإنسان من هذه الدنيا، ومن معاني التجرد أن يجعلها الإنسان أن يجعل لها الإنسان حدودا في كيانه، وحدودها عند الفطناء والفضلاء المعصمين. لذلكم السلف الصالح كان الواحد منهم لا يستغني بالمال، بل غناه كان عن المال، يطلبه ولا ينسى نصيبه من الدنيا، لأن المال عصب الحياة
والمال لغة الأقوياء في دنيا الناس. رأيت الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجمالا، فهي اللسان لمن أعاد فصاحة، وهي السلاح لمن أعاد قتالا. في عام الرمادة وعام القحط والجفاف ضرب سيدنا عثمان على صدره وأوقف قافلة محملة من المواد الغذائية، ونحن في هذه الأيام في ظل هذه الجائحة التي نخرت جسم أمتنا في المشارق والمغارب بحاجة إلى أمثال عثمان عليهم الله الرضوان، من يضعون الأرواح على الراح في سبيل الله تبارك وتعالى، فضلا عن المال. وضع قافلة محملة من الأموال أوقفها لفقراء المسلمين في زمن القحط وفي زمن الجفاف، وكان بئر ليهودي منع المسلمين من أن يردوا فيه، اشتراه سيدنا عثمان وأوقفه في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما ضر عثمان ما يفعل بعد اليوم. وهذه كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام مرتين في حياته، قالها في الثلة المؤمنة المرابطة في غزوة بدر الكبرى: وما يدريك يا عمر أن الله قد اطلع على أهل بدر في بدر وقال: فعلوا ما شئتم بعد ذلك فإني قد غفرت لكم. وقالها في عثمان: ما ضر عثمان ما يفعل بعد اليوم. كيف كان عثمان؟ كان رجلا زاهدا، لكنه طلب الدنيا ولم ينس نصيبه منها من أجل أن يزرع من خلالها الخير في دنيا الناس، من أجل أن يجعلها جسرا للآخرة، من أجل أن يجعلها مطية للآخرة. وهنا أقف لأترحم على دكتور عبد الرحمن الصميط رحمه الله. الله يرحمه. 11 مليون في أدغال إفريقيا أسلمت على يديه من خلال التعبئة ومن خلال البذل ومن خلال العطاء ومن خلال السخاء ومن خلال الجود ومن خلال الكام. نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يرحم أمثاله من المحسنين ومن الأتقياء الأخفياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا. وأمتنا اليوم بحاجة إلى هذا التضامن الذي ينقلها من عالم الدنيا إلى قيم الآخرة من خلال وقفة عرفات ومن خلال موسم الحج ومن خلال هذا التوافد العظيم من كل حدب وصوب. الأمة مقبلة على الله، وإن قل عدد الحجاج لهذا العام إلا أن الرقم يبقى يدل على الوقفات التي يقفها الناس بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإلى ذلكم اليوم، يعني يعد الناس الزاد ويعد الناس الزكاة والصلاة والحج والصوم وقراءة القرآن العظيم وغيرها من ألوان الطاعات وأصناف القربات التي تدني صاحبها من رضا الله تبارك وتعالى في الدنيا، وتكون له زادا يوم القيامة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يا رب، آمين. إن شاء الله نكون منهم والمشاهدين الأفاضل دائما في هذه المعاني. ونعود إلى معنى حتى لا يضيع منا، وهي مسألة ذلك ما تحدثنا عنه من الأجناس والأطياف والألوان التي تجتمع على هذا ذلك الصعيد. نتحدث كذلك عن شعور الإنسان بتلك الأخوة وشعوره كذلك بمآسي إخوانه في العالم. وليس كل مسلم على خير على كل حال في هذا العالم، فيهم من يعاني، فيهم ربما من ينقصه أمر. هذا المؤتمر إن صح التعبير هو الذي يشعر الإنسان المسلم بذلك الذي ربما يعاني. نعم، لعل من المعاني التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ونحن نتحدث من باب الواقع كما يقال، نحن نرى للأسف الشديد أن المؤمن ليس للمؤمن كالبنيان المرصوص، يعني في واقع حياتنا حتى ربما هذا التناحر الذي يقع بين المسلمين بعضهم وبعض، بين دويلاتهم، كل واحدة يعني تحاول أن تسيطر على الثانية أو تؤثر في الثانية أو تعتدي على الثانية، كل هذا مما يدمي القلب. ولعل مؤتمر الحج كما ذكرت
الذي من خلاله ترى إخوانا لك ربما تسمع عن مآسي إخواننا في كشمير أو إخواننا في فلسطين أو إخواننا في اليمن أو غيرهم من في العراق ولا في غيرها من دول العالم، حتى الأقليات، نعم بوربا، الأقليات المسلمة التي تعيش وسط أولئك الذين للوحوش التي ربما استغولت عليهم وأصبحت تأخذ ثرواتهم وتعيث في دمائهم فسادا. فحينما ترى هذه الأجناس أولا يعني يزيدك إيمان بآية الله عز وجل في اختلاف ألسنتهم وألوانهم، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يعني تراها رأي عين، يعني وتستغرب سبحان الله، يعني ترى اثنين يتكلمان بلغة، يعني أنت تقول مستحيل أنه هذه لغة، نعم كالطير تماما، تقول مستحيل أن هذه اللغة ويتفقان ويتفاهمان مثل ما نتفاهم نحن بلغتنا، نتحدث باللغة العربية ولا بفصحى ولا بدرجة ولا بغيرها. فهذه واحدة. ثانية، تؤمن بهذه الجراحات التي كنا نتحدث عنها وهذه الآلام، ترى الفقر في بعض الفقراء المسلمين، ترى أنه من واجب المسلم أن يتكافل مع غيره، أن يعين غيره، أن لا يكون همه هو نفسه أو المحيط الذي يعيش فيه فقط، إنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، المؤمن المؤمن كالبنيان المرصوص، الحديث الثاني، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا المعنى الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام ليس مجرد كلام نقوله ونلقه بألسنتنا ثم لا ننزله واقعا، لابد أن ننزله واقعا من خلال أضعف الإيمان، وهو الدعاء لأولئك الذين هم بعيدون عنا، ولكن تشاء الأقدار أن تجمعنا بهم في مثل تلك المواقف، فندعو الله عز وجل لهم وننصرهم ونؤيدهم، ومن نصر مسلما نصره الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه النصرة ربما قد يفهمها البعض أنه بالتواجد وربما حتى بالسلاح وغيرها من الوسائل، الآن وسائل النصرة كثيرة ومتعددة، يكفي أن تبيد عدالة قضيتهم، ربما ما يفوقنا فيه بعض الأقليات أنه كما يقال من الحبة يصنعون قبة، يعني من قضية بسيطة جدا يضخمها الإعلام ويحولها إلى قضية رأي عام، وكل الناس يتعاطفون مع تلك الفئة حتى ولو كانت ظالمة، وربما من سحر بين قوسين الدراما في زماننا هذا أنها تحول المظلومة ظالمة إلى ظالم والظالمة إلى مظلوم. فهذه الوسائل التي يجب علينا أن نتقنها نحن، لكن ليس بباطل إنما بحق، لا نقلب الحق باطلا والباطل حقا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال بأن تأخذ على يده، ألا تدعه يظلم ويتجاوز في حق الآخرين. فكذلك نحن المسلمين حينما نرى إخواننا في تلك المواقع التي ربما كنا نسمع عنها من بعيد ونعايشهم، وقد نسمع منهم مباشرة مآسيهم ونسمع مباشرة منهم معاناتهم، فحينما نرجع إلى ديارنا علينا أن نبذل أضعف الإيمان كما قلت الدعاء، أضعف الإيمان فيما بعد، وسيلة الإعلام الآن الذي أصبح متيسرا والذي أصبح كل إنسان يستطيع أن يصنعه بنفسه ويروج له ويسهم فيه وينصر غيره حتى من خلال هذه الوسائل. فهذه الجسد الواحد تتجسد في بيت الله الحرام في هذا الموقف، في الحج بشكل عام، في مؤتمر الحج وفي هذا الموقف على وجه الخصوص، لأنه ربما في بقية الشعائر واحد راه في من، واحد في مزدلفة، واحد في راه في الطواف، واحد راه في المدينة، لكن عرفة تجمع الناس كلهم، تواجد في وقت، نعم، واحد وفي في مكان وقت واحد، واحد في زمان واحد وفي مكان واحد وفي عبادة واحدة يجتمعون فيتعارفون ويتآلفون بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن غريب الأمور ومن غرائب الأمور أنه نفس المساحة لجبل عرفات، نعم، تبقى تسع الناس ولو بلغوا الملايين، وتشوفها ربما ممتلئة عن آخرها، وربما هذا من جلالة ذلك اليوم ومن بركة ذلك اليوم، والصورة دائما تعطينا ذلك الوجه الناصع للإسلام في تلك الوقفة. سبحان الله العظيم. ربما من خلال هذه كذلك الوقفة الجوحار، نعم، والمكان وعر، فيه الكبير، فيه الصغير، فيه المسن، فيه ربما اللي عنده إعاقة إلى غير ذلك، يعلمنا كذلك شيئا من الصبر والجلد، صح،
أستاذ إسماعيل. صحيح، الحج هو في الحقيقة ربما عن تجربة تحدثنا عن وعورة المكان والحج فيه المشقة، خاصة الإخوة اللي يروحوا مرشدين يتعبون أي مكان فيه مشقة. على قدر المشقة إن شاء الله يكون الأجر. والصبر هذاك هو مفتاح الفرج. فعلا الحج هو عبادة المشقة، هو التعب بعينه، هو النصب بعينه، والإنسان المسلم ومهما تحسنت الظروف خاصة أقول كلمة عرف فيها كما قلت فسحة منن، عندما تكتظ بجموع الحجيج معاناة منقطعة النظر، وهذه المعاناة على قدر تلك المشقة يكون الثواب بإذن الله. صحيح إن شاء الله. والله صدقني ترى شيوخا كبار ويتجشمون تلكم الصحاب ويستعذبون العذاب في سبيل الله، والصبر هذا مفتاح كل فرج إن شاء الله. المشقة مفتاح كل فرج. نحن في هذا اليوم الأغر وهو يوم التروية، يوم التروية يوم التمهل عند بعض الفقهاء. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما رأى الرؤيا وأمره الله عز وجل بأن يذبح ابنه إسماعيل لم يستعجل في تطبيق الأمر، بل تروى، ذهب إلى أن تروى أي تمهل. ولذلك الحطيئة يقول فروى قليلا ثم أحجم بوهة، وإن هو لم يذبح فتاه فقد هم. واليوم التاسع لما عرف واستيقن أقبل على النحر. نرجع لهذه التفاصيل أستاذنا، اسمح لي فقط نخضوا اتصال ونعود نرجع لك. تفضل سيدي. ربي يبارك فيك أستاذ إسماعيل. أختامينا من تيفازا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تسمعني ابني؟ أسمعك جيدا، تفضلي. الله يرضى عليك. ربي يبارك فيك إن شاء الله. إذا أصبحت تسلم على ربي. عليه الصلاة والسلام. تحية طيبة مباركة لشيوخ الأفاضل إلى كل متتبعي هذه القناة. في البداية أود أنا تعزية لأخت أم محمد الحاجة فاطمة بن زياد. الحاجة فاطمة. وأنا أقدم تعزية لوحدي. هناك جارة عزيزة علينا فقدناها هذه الأيام. الله يرحمها إن شاء الله. يعني بالكورونا. والله وما يؤسسني ويحزنني يا ابن اليمين في هذا الزمن الكورونا، ان يتوفى انسان عزيز عليك او حتى ولا تستطيع حضور جنازته. والله يعني بقى يحزننا ويؤلمنا هذا. وهذه الامم هنا خصال التي قال عنها الله عليه الصلاه والسلام افشي السلام ما تصرف هذا عن الطريق وزيارة الغريب واستجابة الدعوة واتباع الجنائز. أقول يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله إن هذه الخمسة لم نعد نستطع أن نقوم بهذه الثلاثة، هي اتباع الجنائز وزيارة المريض واستجابة الدعوة. فقط أقول رحمهم الله جميعا. آمين يا رب. آمين يا رب. وشفى الله جميع مرضى المسلمين. آمين يا رب. آمين. الله يفتح عليك ابني والله يرضى عليك ويبارك فيك إن شاء الله. وأعود إلى موضوع الشفاء ابني يمين. فضلي. ونحن اللي معهم نعيش معهم بكل وجداننا. أول صورة أقول لك ابني يمين، اليوم صباحا صور من مكة مباشرة وأنا أرى المقيمين هناك يؤدون يعني فرائض، يبدأ في فرائض الحج، واليوم هو أول أيام ويوم التروية. وأنا أرى أول يعني أعدادهم، قلت لزوجي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك. فهؤلاء الحجاج يطوفون حول الكعبة فوق تلك الخطوع وربما محظوظين هذه السنة لأنهم يعني هذا الحج دون ازدحام دون تدافق، فقط سيركز الحاج على عبادته من صلاة وتلبية وأدعية وغير ذلك. قلت لزوجي أتمنى أن يكونوا من بينهم جزائريين حتى ليدعوا لنا ويدعوا يكونوا إن شاء الله من المقيمين هناك إن
نعم. فنحن معهم بوجداننا وقلوبنا وعقولنا، خاصة الذين ربما خرجوا في القرعة ومنعتهم الضرر الصحي. صح. فصلى ربي يأجرهم على ذلك. آمين يا رب. ونحن نربي نلبي معهم دائما ونكبر معهم ونقول دائما والله هم هناك ونحن بقلوبنا. الله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا إله إلا الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله يبارك فيك. أمينة. اللهم ارزقهم الدعاء المستجاب وارزقهم ايضا الدعاء المستجاب، واللهم ارفعنا هذا البلاء. امين يا رب. امين. شكرا جزيلا أمينة، لان الوقت داهمنا فقط. نعم ابني فقط اقول لك تفضلي. بارك الله فيكم، بارك الله عليكم وحفظكم الله. امين يا رب. امين. اللهم ارفعنا هذا البلاء يا رب. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. بارك الله فيك أمينة، كلام طيب. الله يبارك فيك، واسمحي لنا فقط لانه الوقت داهمنا. الصبر. استاذنا تفضل. أبدأ من حيث ختمت هذه الأم الفاضلة التي نسأل الله عز وجل أن يرفع عنها الحزن. آمين يا رب. أن يرحم موتانا وموتاها وجميع موتى المسلمين. آمين يا رب. وفي هذه الأيام رزئت الجزائر المجاهدة الشهيدة الصامدة المحروسة بوفاة الشيخ أحمد قاسمي رحمه الله. الله يرحمه. نسأل الله عز وجل أن يرحمه بواسع رحمته، ونسأل الله عز وجل أن يجعل كتابه في أعلى عليين. الصبر عند المصيبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أتوقف مع أذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الجزائر العاصمة وما قربها من متر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. أستأنف معكم مشاهدينا الأفاضل نقاشنا في برنامج وصال حول ما تحت عنوان الحج عرفة، في المعاني التي تنبثق من هذا اليوم العظيم في وقفة عرفة. نستأنف مع الأستاذ إسماعيل، تفضل. الصبر عند الفاجعة هو بلسم للأرواح. وقف النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة تبكي على قبر، فقال: يا أمة الله، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا الصبر هذا في موسوعة أخلاق القرآن الكريم، الشيخ شرباسي ذكر كلمة الصبر هذه، وهي مفردة جاء ذكرها في كثير من الآيات البينات، يعني في مرحلة ضعف الأمة وفي مرحلة قوتها يحثها على الصبر. في بداية الدعوة النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الخطاب من الله عز وجل فيقول: ولربك فاصبر. على ماذا يصبر؟ على المعاناة، على الأذى. ويقول الله تعالى لنبيه: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. الصبر. وجاء الخطاب لأهل الإيمان قاطبة في ذلكم الزمان المدلهم في مرحلة ضعف الأمة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولعل رمز المحنة على طريق الدعوة، على طريق الدعوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، رمز المحنة آل ياسر. دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بطحاء مكة ونظر إلى أصحابه وإلى أتباعه فإذا بالدماء والأشلاء، ومن جملة الذين قتلوا وعذبوا عائلة آل ياسر. وجد أن الشيخ المسن ياسر المشنوق وجد أن سمية قد ضربت برمح في موضع حيائها أمام ناظر ابنها عمار، وعلى مرأة زوجها ياسر، وهذه تهز المشاعر، يقف لها الضمير. ونظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة ممزقين إلى قطع قطع، قال: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. كل شيء عنده نظير في دنيا الناس إلا الصبر، لا نظير له إلا الجنة. وبالتالي الإنسان الذي يذهب إلى الحج في موضوع الصبر يقبض على جمر المعاناة ويصبر، لأن الذي يضع يده في الماء البارد الزلال ويقول لك أنا صابر، هذا لا علاقة له بمعاني قيم الصبر. وإنما الصبر في الشدة، عندما يقبض الإنسان على جمر المعاناة. وأضرب لهذا مثلا الحجاج في ميناء، تزاحم وتدافع عجيب، الصابرون هم أهل الثواب في ذلكم المكان، وكثيرون هم الذين يفقدون صبرهم وقد يضيع حجه بسبب الرفث والفسوق، استحجاله وكلامه الذي لا يمت إلى شعائر الأمة بصلة. رأيت بعضهم يفكر في المال الذي دفعه مقابل أنت تأتي الحج مشقة ومعاناة وصبر وثبات، وهذه الأيام معدودات، تبقى لك في الذكر في الخلد ذكرى غالية، ولعلها تكون سبب من أسباب دخول الإنسان الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. لأن النصر صبر ساعة. ولما سئل عنترة العبسي عن سر انتصاره على معظم الفرسان الذين ينازلونه، قال: صبر لحظة انتصر به على جميع الخصوم. نعم. ولذلك لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قول عنترة العبسي: ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل، قال: لو عاصرنا لأسلم هذا الرجل، لأن طويته سليمة والسريرة تاعه لها صلة بقيم هذه الأمة من خلال أخلاق القرآن. الله يبارك فيك أستاذنا. نأخذ اتصال ثم نواصل. الحاجة بريكسي من تيرمسان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم يا الرجل الزين يا النور الهادي من عند الله. الله يبارك فيك الحاجة، منورين بيك إن شاء الله. الله يسلمك. والسلام على أمة سيدنا محمد كامل كراها وأصحاب إذاعة القرآن كبير وصغير.
والناس اللي راهم قاعدين معك أولي. الله يبارك فيك الحاجة، تفضلي. يزيد فضلك. راكم تهضروا على الصبر ولا على الحج؟ رانا نهضروا على عرفة، وش هي المعاني اللي نقدروا نستخلصوها من هذا الوقفة هذه؟ هذه الوقفة وقفة عظيمة، وتبارك الله اللي يكون حر ويعرف علاش مشى للحج، وهو الحج وعرفة. الله يجعلنا من الصابرين. آمين يا رب. باش نمشوا صافين عند الله، الأكبر زين اللي ندموا فيه أجمعين. آمين. وهذه غير هيمة، هذه هي الدائمة. الحج عرفة حتى اللي ما مشاوش يقدوا يديروا عرفة هنا. وهاولي يوقفوا ويديروا كلي أنهم في عرفة، وهذوك الدرهم اللي ما مشاوش بهم للحج دوك يدخلوا على واحد ليتيم ولا ولا واحد لهجالة ولا لحد مغبون بلا ما يعرفوا لهم، يمشوا لهم خافين. ربي على خطر قال لك الأعمال بالنية. أكيد. وكل شيء النية تقضي على الأعمال. علاش الناس كي تمشي لجبل عرفة؟ مشينا لا غير في العمرة واحد الوقفة فيه تبارك الله. والحج الانسان كيمشي يحج ماشي يمشي شي سميه ويجي هنا يطج، لا لازم هذيك الحجه يدير عليها كيش نقولوا على خاطرها جايك اللي زاد عاد ذاك النهار من عند كليش تميمته نقي. وسمحوا لي راك عارف انا ماشي قاري حتى الفايت النهايه. لا الله يبارك بصح الواحد يكون حر. اذا كانت تمشي تشري سميه وتجينا دير طجه وتقعد فرجه يجي النهار اللي يقبضوك لابوليس عند الدرجة. لا الواحد يكون يدير جبل عرفة بين عينيه، واللي ما مشاش حتى لدرك الله يثبت لنا الأمل وبالنية، والناس تصوم وتوقف وتنوي كلي راها في جبل عرفة. وراه كل شيء معروف، قال لها السبعة والحلوف راه كلها وبا معروف. فرحوا عباد الله اللي ما مشيتوش للحج، وصوموا ونويو كلي راكم في عرفة، ولا بدرب يثبت لكم العمل. وسمحوا لوليداتي وتعيدوا بالصحة إن شاء الله. إن شاء الله وإياك. على خير وربي يحفظكم على الكلام الزين. هذا السيد عمرني ما شفناه، بس هذا ولدي الآخر راني شايفاته. وتبارك الله عليكم يخليكم دائما زينين. آمين. ومتان بالكلام الله. الله يبارك فيك الحاجة. وبقاو على خير ولادي، وسمحوا لي حتى نبغي نشارك. بقاو على خير. ربي يبارك فيك. وليوم تبارك معيطوا ربي يحفظكم. الله يبارك فيك، كل يوم شاركي معنا إن شاء الله نسمعوا لهذا الكلام الزين وهذا الحكمة. آمين. يبقى على خير ولادي. الله يبارك فيك الحاجة. شكرا وعيدك مبارك إن شاء الله. عمي محمد من المدية، سلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركة والسعادة والهنا. الله يحفظك عمي محمد، واش راك؟ الله يعطيكم ما تمنوا. امين وإياك. اللي راهم الضيوف معك الدكاترة. الله يبارك فيك. الله يحفظهم الله يسترهم للجزائر. امين يا رب. الله يرحم ينورونا ما شاء الله. الله يبارك فيك. الله يرفع علينا الوباء وينزل علينا الشفاء في هذه الأيام. امين. عرف الحج الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الحج عرفة. الانسان اللي ما يوقفش في عرفه ما عندوش الحج ولا لا؟ صحيح. انا نعرفها كامل ما نقراش، بصح اللي ما يوقفش في عرفه في البيريمات تاع عرفه ما عندوش الحج ولا لا؟ والحج وعرفه يقول لك الحج لا رفض لا رفادة ولا جدالة ولا فسوخ. الانسان كان يتقبل الحوايج، يتقبل الزحم، يتقبل العطاش، يتقبل مكتفي منا بالايام تاع منا. انا شفت الناس دراري دي جون والله كيخلوا بلايستهم الكبار والله كيخوي يقعد في الكولوار ويبات. صح. خاطر الحج هذا مش شيء باغ اكزومبل راك رايح كولوني ولا راك رايح فرد من اركان الاسلام. اكيد. لازم صح. تتقبل كلش باش ترفد باش يكون الحج تاعك مقبول عند الله. صح. ومكثر نهار عرفه ربي يهبط للسبع سماوات يهبط ويقول لك وراكم ويدعي بكل اللغات. انسان كيما يبروفيتي في لوكازيون في هذا النهار ما بور موانا خاصة القيد راه مباط والله انا نبني. صح الحج وعرفه الحج وعرفه. اذا انسان ما وقفش في عرفه بمعنى القانون بمعنى واش قال الدين ترفد يديك وترفد يديك وتواسي ما تلقاش النهار هذاك ما امبوسيبل ما تلقاش. عمي محمد. نعم. حجيت انت؟ لا رحت للعمرة راني نجي فيها سنة العمرة. ربي يرزقك حجه ان شاء الله. ان شاء الله عرفتي. شوف نزيد نقول لك حاجه. تفضل. معليش شوف الحجاج تاع السنة ضيوف خير الرحمن. خير ربي شوف شبالهم ربي خير ربي مجد هو اللي دار هبط الوباء هذا. شوف كيف راهو حج. شوف سهل له المأمورية ولا كيف يقول. صح. هذا رب يختار من يشاء ويذل من يشاء ويعز من يشاء. هذا وش اللي نتكلوا على الله بما كيف يقولوا بالتوكل بمعنى كلمة. صح. والله لا ولا ما حج السنة.
يا ربي راه شاف له حاجه باللي زينني حد العمدي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا وسمحوا لنا. الله يبارك فيك عمي محمد كلام. الله يبارك فيك وحنا نحبوك وحنا نحبوك عمي محمد. ربي ربي يبارك فيك ان شاء الله. نحبوا بعضنا بعض يا شيخ. لازم لازم صح. شكرا شكرا جزيلا عمي محمد كلام مشجع وكلام طيب. ربي يبارك فيك ان شاء الله على هذه المشاركه. شكر موصول الى كل المتصلين وحتى لمن لم يتمكن من الاتصال بنا. نعرف الكثير من الاوفياء قد لا يتمكنون من الاتصال بنا. نستطرد في مساله الصبر او ننتقل الى ربما المعنى الاخر اللي قاله عمي محمد انك تخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى في ذلك المقام نزول الله سبحانه وتعالى وتلك لحظات كما قال استاذنا محمد في بدايه الحصه علينا ان نغتنمها. يعني في الحقيقة لازم نذكره بحاجة مهمة وهي صوم هذا اليوم الأغاق متصلة بالصبر لأن الصوم من معاني الصبر. تفضل. هذا اليوم الأغر يكفر سنتين سنة ماضية وسنة قابلة بإذن الله. لذلك قال أحد الأعلام من السادة المالكية صوم عرفة يوم محمدي وصوم عاشوراء يوم موسوي ويكفر سنة كاملة صوم عاشوراء. أما عرفة يكفر سنتين ماضية وقابلة مقبلة. أنا أريد فقط أن أوجز في دقيقة ولا دقيقة ونص لو كان تسمحوا لي. تفضل تفضل أستاذ. الحج عرفة وجمع عرفة معرفة. عرفة زائد عرفة زائد عرفة نجمعها في عرفات. اجتمع سيدنا آدم بحواء في ذلكم المكان عرفها في ذلكم المكان. الله عز وجل في وصف الجنة قال عرفها لهم أي طيبها لهم ذلكم المكان الطاهر الطيب. سيدنا إبراهيم عرف في اليوم التاسع أن الرؤيا من الله في ذلكم اليوم. الناس يتجتمعون في ذلكم الصعيد الطاهر فيتعارفون فيما بينهم. لكن مذهب أحد الأعلام في هذه الأمة من شيوخ الأزهر القدامى لما كان الأزهر يزهر قال ولم تكن معرفة الله تبارك وتعالى أقوال الفلاسفة وهي متضاربة فيما بينها ولكن معرفة الله تبارك وتعالى نية الحج وتلبية الحاج وطواف بالبيت وابتهال لرب البيت وسعي بين الصفا والمروة فمن صفاء إلى ري ومن ري يزداد إلى صفاء يصفو بصاحبه حتى إذا وقف الحاج بعرفة أفاض الله عز وجل عليه من قلبه من خلال الإيمان على جوارحه نورا يتعرف من خلاله على الله. ففلسفة الحج هذه لا علاقة لها بعلماء الكلام وقد ظهر اليوم في الأمة من يكثرون الكلام في قضايا العقائد وفي قضايا الدين وهؤلاء يصمهم شيخ محمد الغزالي رحمه الله بقوله هؤلاء الثرثارون في عالم الغيب الخرص في عالم الشهادة. ودكتور محمد دكتور عمر سليمان الأشقر يتكلم عن هؤلاء ويقول إن الكلام الذي لا يتحول إلى سلوك يحدث له ما يحدث للزهرة إذا لم تسقى بماء سرعان ما تذبل كذلكم الكلام إذا لم يتحول إلى عمل سرعان ما يذبل ويموت في نفوس أصحابه. فالحج عرف التعرف على الله عز وجل من خلال ما شرعه الله عز وجل لعباده من فلسفة لا علاقة لها بعلم الكلام. الله يبارك فيك أستاذ. البركة. الله يبارك فيك. لخصنا تقريبا كثير من المعاني أستاذ محمد ونختم معك بحول الله فيما قالته الحجة بريكسي نجدد لها التحية وتحدثت عن ما ينبغي للمسلم لمن لم يكن حاجا في هذا اليوم أن يفعله حتى يكسب الأجر ويتقرب من الله سبحانه وتعالى أكثر. نعم لعلني أجمع في يعني ونحن نختم هذه الحلقة بين هنا وهناك إن صح التعبير. تفضل. هناك هو يوم التباهي كما يسمى يباهي الله عز وجل
بهؤلاء الذين جاءوا شعثا غبرا من كل فج عميق يخشون عذابه ولم يروا نعيمه سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم فلم يرى أكثر عتقا من النار من ذلك اليوم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. معناه هو يوم تمحى فيه كل الذنوب. يا فوز من وقف ذلك الموقف مخلصا لله سبحانه وتعالى، فسيرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الذي لم يكتب له الله عز وجل الحج هناك فيستطيع أن يحج هنا كما ذكرت الحجة بريكسي، يحج من خلال أولا السنة التي تركها فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سنة الصيام. وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سئل عن صيام عرفة قال: احتسبوا على الله أن يكفر ذنوب سنتين، سنة سابقة وسنة قابلة، أجر عظيم بعمل بسيط. قد يقول الناس: نحن الآن في حر واليوم طويل والعرق يتصبب، فهو يوم واحد نجدد به العهد مع الصيام بعد الست من شوال لمن صامها، وبعد رمضان لمن لم يصم بعدها. ومن صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يوم واحد تنال به أجرا عظيما، ثم تتذكر أولئك الذين شاء الله عز وجل أن يبتليهم، إما بفقد عزيز فتتفقدهم هاتفيا، لأنه في هذا الزمان التباعد هو الذي يصنع المحبة وليس التقارب. صحيح. التباعد هو الذي يصنع بهجة الناس وليس تقاربهم، لأن تقاربهم قد يكون فيه هلكتهم والعياذ بالله. فتواسي هذا الذي جرح جرحا في أعز الناس إليه، تواسي أولئك الذين ابتلاهم الله عز وجل بأن فقدوا أعمالهم كثيرين، بأن تحسن لهم كما أحسن الله إليك، وهذا ما قاله أهل قارون لقارون: وأحسن كما أحسن الله إليك. فأنت إذ أحسن الله تعالى إليك تذكر من هم في حاجة وهم في فاقة، فتذكرهم في هذا اليوم. وفي هذا اليوم يمكن أن تتقرب إلى الله عز وجل بكل صيغ القربات. وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي أنه في هذه الجائحة يتعين علينا أن من أعظم القربات أن تسهم في الحد من انتشارها، بتوعية الناس بكلمة، بتوزيع القناع الواقي وكل الوسائل التي تقي الناس هذا الشر، بأن تلتزم أنت في نفسك وعيالك وأسرتك وتوعيها بأنه لابد من أن نكون ملتزمين حتى ندفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء وهذا الشر، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء التي نعدها من عبادة الله عز وجل. هي عادات ولكنها بنية المؤمن تتحول إلى عبادة بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله تعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء، وندعو الله عز وجل. هو يوم الدعاء أيضا، والإنسان في ختامه خصوصا اللحظات الأخيرة قبل مغيب الشمس وقبل غروبها يتوجه إلى الله عز وجل يدعو بما شاء، فإن الله تعالى يجيبه بإذنه سبحانه عز وجل. أمين. بارك الله فيك أستاذنا. بارك الله أستاذ محمد. أستاذ إسماعيل شكر لك وبارك الله فيك على كل ما قدمته. فيك البركة. كانت جلسة ممتعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناتكم وأن تكون مفيدة لمشاهدينا الأفاضل. مشاهدينا الأفاضل نستمر معكم بعد هذا الفاصل في الضيف الفقرة الأخيرة لبرنامج وصال، ممثلا للديوان الوطني للحج والعمرة في حديث عن الحج.